ونمر للتحليلات المنتظرة في فقرة التحليل. كان لدينا تحليلات بالأمس في مباراة المريخ غطت العديد من الجوانب، لكن في بعض الوقفات الصغيرة وبعض الملاحظات يا كابتن عيد. نعم، يعني كانت مباراة ممتعة جدا، 4 أهداف استمتعنا بها جدا، وكان فيها مشاكل دفاعية، لكن هي في النهاية مباراة بتاعت إعداد أصلا معمولة عشان تكشف المشاكل صح. دي بالنسبة لي للفريقين، عشان كده جبرة صرح يعني حاول في مستهل حلقة اليوم شو تصريح لفاروق جبرة. أيوه، حتى يعني أشرك مجموعة من اللعيبة، يعني دائما المدرب عاوز يشوف كل اللعيبة اللي عنده، هو أدى فرصة لمجموعة غير لعبة أهلي قطر، غير مجموعة دخلوا، هنا شفنا الهدف الأول كان، بس الأخطاء مزعجة، إنه مجموعة الأخطاء اللي تكونت العكسية، الخطأ من السماني، الخطأ قبلها من رمية التماس، هنا اللاعب بدون مراقبة، يعني صلاح نمر حوله في لاعبين، هاي شو دي بتصير القلق، لكن لسه أنت في فترة الإعداد، عندك فترة، يعني هنا ما ننسى إنه خط الدفاع ده دي قد تكون تاني مباراة فقط يلعبوها مع بعض صلاح نمر وكونلي وباسكال، يعني كان علي جعفر موجود ايضا، كونلي كان مسافر في كان ذهب ليتزوج، فيا دوب هم بيلعبوا مع بعض، يا دوب بتعرفوا، ما من اول مره هتظبط ولا من عاشر مره، يعني الموضوع بياخذ زمن بالذات خط الدفاع عايز عشان صبر. المساله عايز صبر يتعود على بعض، لكن لانه المريخ فاز برباعيه نظيفه ومباراه جميله جدا امام الاهلي القطري، بالتالي ارتفع الناس بالضبط، كان متوقع انه المستوى هجوميا المريخ سجل هدفين وكان ممكن يسجل اكثر، ولكن المشاكل الدفاعيه اللي حتحتاج اكثر الشغل من المدرب هاي ومن اللاعبين اكيد بكل تاكيد عشان الاصلاح، عشان يعني انه بالذات لما الفريق يكون هاجم انه الهجمه المرتده الثلاثي بنشوف الوقفه بتاعتهم، حتى بعد ما رجعوا هنا يعني انت خلاص بتخيل المفروض تطلع اللاعب على الجناح، لا بيخلوه يمر، هو بتحرك خالد قمر، وكونلي ما بيدخل مع بيدخل عليه متاخر وبيسجل، واحده من اهم مبادئ الدفاع بيقول لك انت تضغط اللاعب على الزاويه غير مشكل خطوره بالضبط على الزاويه بعيده من مرماك، يعني هم في النهايه كانوا لاعبين وسط 5 لعيبه من المريخ، يعني هي الهجمه باسكال وقف معه وعطله لحد ما زملائه وجوه، لكن بيجوا 5 لكن ما كان في رقابه، شوف هناك خالد قمر الوحيد اللي بيتحرك، كونلي بيعاين له، وشوف السماني واقف وفي 2 رجعوا برا خط 18، يعني في لاعب وحيد كابتن، يعني لاربط هذا بما دار في هذه الحلقه، الوقفه، الانضباط، تعلم اللاعب، هذه من مشاكل الاكاديميات. لا بجد والله اكاديميات التعليم والمراحل السنيه. انا سمعت معك الاستاذ احمد عباس، ان شاء الله يكمل في المجهود ده، يعني مشكور جدا عليه وكل زملائه في الانديه اللي بيحاولوا يتجهوا، لانه ده قطاع صعب، يعني محتاج صبر ومحتاج اموال وما بيديك بسرعه، فدي اصعب حاجه في السودان، لانه الناس عاوزه بسرعه خلص سريع بسرعه، لكن الشيء الجيد جدا كان اكيد محمد عبد الرحمن، المستوى اللي قدمه بين الشوطين، الهدف كان فيه حظ، الكره ضربت في المدافع وغير، اذا الحارس محمود سيد تعامل معاه بشكل سيء جدا جدا، بتطلع لي برا، بتطلع كورتك لي برا، ما في زول بيلف لي جوا كده ابدا، يعني الا يكون يعني كان يكون في جول تكنولوجي وتعرف الكره دخلت ولا ما دخلت، لكن الطريقه اللي تعامل بها، وطبعا هو ما الحارس الاساسي، الهاني صحيح. سليمان هو الحارس الأساسي مع صحيح. المنتخب العسكري المصري بيساعده لكأس العالم، ف يعني شال حتى لعيبته زاد لعيب زملائه زاد محتارين بانه عمل دخلت ولا ما دخلت، الهدف الثاني برضه محمد عبد الرحمن شارك فيه بشكل كبير مرر، وايضا الثنائيه باديه تشكل بشكل ممتاز بكري ورمضان، بكري ورمضان كل المباريات الاعداديه الحقيقه ظهروا فيها بشكل ممتاز، يا بكري بيسجل يا رمضان بيسجل، دائما رمضان لما يسجل كمان بيصنع له، بكري يعني بنذكر اول مباراه المنتخب العسكري القطري يعني 3 أهداف سجلوها هم الاثنين برضو صناعة بيناتهم، فدي ثنائية بادية برضو دي لمسات للمدرب، يعني هاي يعني رمضان دائما كان في خط الوسط أو ظهير أيمن وبيجي من الخلف يعني إنك تلاعب هو كمهاجم وتحول محمد عبد الرحمن إلى الظهير حاجة ما سهلة، وإنه الاثنين يتألقوا في الأماكن ده معناه أنت مدرب عندك فكر، يعني ما قرايتك سليمة، أي مدرب ممكن يجي بالساهل ويقول بيلعب وين اللاعب ده ويخطه في مكانه، لكن يحاول يدرب بالضبط، هاي لا اجتهد، بيذكرنا بفترة جارزيتو برضو لما كان عمل تغييرات كبيرة، يقول لك لازم المدرب لازم المدرب يكون عنده فكره وفلسفته الخاصة. لا. بس في سؤال يا كابتن أيمن، من خلال تشكيلة الأمس بدأنا الشوط الأول محمد حجار وجلال إبراهيم، كأنه الدور الدفاعي في المريخ كان أفضل بالرغم من أنه ما بشاركوا في المباراة الإعدادية بصورة، السماني محمد عبد الرحمن الأدوار الهجومية للمريخ أفضل ولكن انكشفت ثغرات دفاعية، والله حتى أنا ما عندي الشوط الأول كان المريخ كويس دفاعيا دفاعيا، لا بالعكس الاتحاد ضيع فرص، 5 فرص
خمسة تسديدات بس ما كانت في المرمى. شفنا الفاول كانت فرصة كبيرة، شفنا انفرادات يعني ما حسسنا، لكن أكثر كان في العمق المشاكل أكثر منا. لا مشاكل العمق على الأطراف، أي مشاكل العمق ثابتة ما تغيرت. لا أنا أتكلم عن حجار وجلال دفاعيا. حجار بالمناسبة كان جيد، أفضل من السماني، يعني أداؤه في الشوط الأول أفضل من أداء السماني أكيد، وعمل عكسيات خطيرة وظهر بشكل جيد جدا، والتزم بالواجب الدفاعي كزور، ودفاعيا كان كويس وهجوميا كان كويس. جلال ما ظهر جلال هجوميا ما ظهر بالشكل، يعني حمد عبد الرحمن دخل كان افضل بكثير في الشوط الثاني، محمد حتى دفاعيا كان ممتاز ما كان في اي مشكله، محمد كان برجع محمد يعني مرتين قطع الكره يعني ما عمل مشاكل. السماني هو طبعا اخطا في الهدف الاول وطلعته، ولاعب لسه صغير في السن طلع من جو المباراه، انت تغلط غلط كبير زي ده بتراجع بتراجع وانت يعني موجود، ما عملت له مشاكل في باقي الشوط، ما ظهر بالمستوى اللي ظهر به في المباريات السابقه، لكن لسه يعني انت في الاعداد بتوقع انه اللعيبه مع بدايه الدوري مع ياخذوا فورمه المباريات انه يظهر. لكن محمد الرشيد ظهر بشكل ممتاز، محمد حجار برضو انا في رايي انه الشوط الاول اللي قدمه كان جيد جدا بالنسبه له، يعني دي اللعيبه ده يمكن ده روح التنافس اللي بيخلق التميز، انه يكون اللاعب البديل موجود وجاهز وقوي وبيأدي، وبالتالي سماني مع حجار حتكون في كثير. جميل عاشور برضو بعد ما دخل شفنا التمريره الجميله في هدف محمد عبد الرحمن، طبعا اخذ الاضواء كلها والنجوميه كلها بالمستوى اللي قدمه. We'll be right back.